اذا النهارده لما نتكلم على موضوع زي موضوع اللي انا اتكلمت فيه بتاع القصب السكر، وكلمت على طبيعه زي ما قال المهندس محمد جمال على موضوع الانتاج في اراضي صعبه بكميات اكتر من المعدلات، بصراحه ده مش على قد نموذج لمزرعه الوادي الشيح. ده لازم يكون نموذج عندنا في مصر نتيجه ظروفنا. وانا بتكلم في المواضيع اكن يعني بعد يقول لي هو في عندك ازمه، في ازمه ميه ولا حاجه، هو انا لازم استنى لما تيجي لي الازمه اتعامل معاها؟ هو الشغل اللي احنا عملناه في الدوله فيما يخص البنيه الاساسيه هو ده كان ضروري ولا كان زياده؟ ده كان ضروري، واضطرينا ندفع فيه ارقام ضخمه جدا. لو كانت اتعملت على مدى 20 25 سنه كان تكلفتها اكيد هتبقى اقل من اللي احنا بنعمله دلوقتي. فانا بس بشير تاني مره للميه، وان شاء الله المره الجايه باشمهندس محمد عايزين نشوف سينا ان شاء الله ونشوف جهد، واحنا مستعدين نساعدك ونساعد كل اتفضل استريح ونساعد كل مستثمر مستعد يخوض معانا التجربه ومع نفسه زي المهندس محمد. احنا محتاجين ده، والله انا مش بجامل، والكلام ده قلته قبل كده، احنا محتاجين ان كل ايد مصري وكل خبرات وكل طاقه عمل وكل جهد مخلص يشتغل معانا عشان نتجاوز ما نحن فيه. ما تنسوش ان احنا من 2011 لدلوقتي زدنا 25 مليون زدنا 25 مليون يا ترى انتاجنا الزراعي زاد حتى لل ما يساوي زيادة السكان ال 25 مليون، وتوقف قدام التجربة اللي انت قلتها فيما يخص القمح اللي مخلوط بالذرة. لما حد يتكلم في الموضوع ده يقول لك ايه ذرة ايه؟ يعني احنا ما بنقولش يعني ما يغيرش كتير في المواصفات طعم وشكل، بنقول حاجة معقولة كده، بنقول حاجة معقولة في إذا كنت أنا فاهم. إذا كنت أنا فاهم طبعا يعني ما بيغيرش لا في طعمه ولا في شكله، ولكن في النهاية أنت بتتكلم في 20% 20% مش كده؟ فلو كان النهاردة احنا بنستخدم يعني بنستخدم حوالي 17 مليون طن مش كده ولا ها؟ 18 مليون دكتور مصطفى يعني بينكد عليا أكتر يعني ماشي يعني على كل حال كلهم طبعا ما بيتعملوش عيش يعني، لكن بيخش في انتاجات اخرى مكرونه وكلام من هذا القبيل، ولكن هنقول على الاقل لو قلنا مثلا 10 12 مليون طن للخبز، فانت لما تيجي تقول ال 20% منهم يعني 2 مليون طن انت بتضطر، لان احنا لغايه دلوقتي ومهما عملنا لن نستطيع ان احنا انتاجنا من القمح يغطي احتياجاتنا، فبنضطر نجيبه من بره، لكن الذره ممكن لان هو حتى ليه توقيت مختلف شويه. صيف يا فندم اذا كنت انا فاهم مش كده يا محمد؟ مختلف عن القمح، فممكن قوي يغطي لك جزء منه، جزء من البديل للقمح يعني، او مع خلطه القمح ل 2 مليون طن. حد يقول لي طب انت هتعمل كده؟ انا بقول لكم عشان انا راجل صريح، لو انا اعمله 2 مليون طن قمح ثمنهم كام؟ 600 مليون دولار مش كده؟ ايوه 600 مليون دولار، طب او اكتر حسب سعر طن القمح. ممكن كان السنه اللي فاتت لما في الازمه وصل لاكتر من كده، اكتر من 400 500 مليون دولار للطن للمليون طن. اذا لو النهارده اقدر اعملهم هنا اعملهم ولا ما اعملهمش؟ اكيد نعملهم يا فندم، نعملهم لان تكلفته هتقل علينا وهيبقى يوفر عليا مثلا 400 500 مليون دولار 600 مليون دولار في استيراد اللي هم ال 20% اللي انا بتكلم عليهم. طب حد يقول لي طب ده هيبقى موجود وده هيبقى موجود. حد عارف رغيف العيش بيتكلم في كام دلوقتي؟ حد عارف؟ طب انا اقول لكم جنيه وربع. جنيه وربع. اصل في ناس ما بتحبش تتكلم يعني. في ناس ما تحبش تتكلم. ليه ما بتتكلمش؟ ليه ما بتقولش؟ هو عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام.
ابو شيلين ده بيكلف جنيه وربع، بعد ما كانت الدوله بتحط 20 30 مليار جنيه دعم للخبز، بقى دلوقتي 120 130 مليار. مش كده يا دكتور معيد؟ الريف ده ابو خمسه سجده ثمنه جنيه وربع، بيكلفني 130 مليار جنيه دعم. يبقى لما اجي اقول عندي فرصه ان انا ازود بذره 20% منه، الاقي حد ما يقفش جنب مننا ويقول لك لا. طب انا موافق، انا موافق، بس انت النهارده مش عايز تيجي تمس حاجه الغلبان، فعايز تساعد من غير ما تاذيه. لكن طب ما هو ممكن النهارده الرغيف ده لو ب 3 جنيه و 4 جنيه و 5 جنيه في ناس تقدر تشتريه، بس كل الناس تقدر تشتري؟ مش كل الناس تقدر تشتري كده. فلازم نكون متفاهمين، لان الدوله في النهايه موازنه، هي طاقتها الماليه كده. فما اعرفش الدكتور مات ما بيتكلمش، ووزير التموين ما يتكلمش، وكده وزير الكهرباء ما يتكلمش، خير في ايه؟ ما تكلموا تقولوا حاجه، ما تقولوا الحكايه ايه للناس.